مستر محمد، أول شيء مبروك على الافتتاحية، ما شاء الله كتير حلو الصالون. فيك تخبرنا أكتر عن الصالون؟ نحن الصالون عاملينه كانت فكرة تبعيتنا أنه نعمل كل شيء كاتيجوري بتعلق برجال. يعني ليش الرجال بده يروح يعمل ليزر برا أو بده يروح يعتني ببشرته بمطرح، إذا غير مطرح بده يروح يعمل ضفيره. نحن الفكرة تبعيتنا أنه نأمن كل هيدي الوظائف للشاب بمطرح واحد. وطبعا يعني نحن محلنا شامل ستايلينج اريا وعاملين ويتينج اريا مع ميني بار صغير، كل شيء سوفت درينكس كوفي، هذا كله معمول يعني اتس ا سيرفيس للكاستمرز موجودين. وبنفس الوقت عندنا سكشن للمانيكير والباديكير اند فور فيشل وسولاريوم وطبعا سبا. السبا طبعا متوسعين فيه شوي، عاملين جايبين نحن ناس مختصين من برا معهم شهادات، وبنفس الوقت تايم مساج وفوت مساج، وهذا الشيء الفوت قليل ما في منه ببيروت. وان شاء الله يا رب نكون عن حسن ظن كل الضيوف اللي بيجوا لعنا، يعني كاستمرز والقصص، وان شاء الله بنقدر نأمن لهم ان شاء الله كل شيء هن بيطلبوه. فيك تخبرنا على القصات الترندينج؟ هلا بالنسبة للقصات دائما نحن ما فينا نحكي عنها الا بوجود الزبون نفسه، لحتى نعرف شو الشيء اللي بيلبق له وشو الشيء اللي بيليق لوجهه، وحسب كمان بنفس الوقت المناسبة اللي هو رايح له. فدائما يعني عندنا كل شيء فاشن، عندنا كل شيء اولد، كل شيء يعني كل شيء اي زبون، كل شيء بيتمناه الزبون، كل شيء بيطلبه طبعا نحن حنكون مستعدين لنطلعه بالاناقه اللي هو بده اياها، وبنفس الوقت يطلع مبسوط وراضي ونحقق له طلبه. يعني هو بس في فرع رجالي، مش ناويين تفتحوا فرع نسائي مثلا؟ هلا بالنسبه للنسوان يمكن فور فيوتشر نتوسع شوي، بس انه كبدايه لا، نحن عم نشتغل على المان سالون سبا، وان شاء الله بالمستقبل ناويين نتوسع شوي ونعمل كمان يونيسكس ان شاء الله. طيب اذا حدا بده يوصل لعندك او يتواصل معك، فيك تعطينا ديتيلز، فون نمبر، اذا عندكم بيج او شيء، واللوكيشن؟ اوكي طبعا نحن عم نشتغل على السوشيال ميديا، ادفرتايزنج باي سوشيال ميديا. عندنا بيج على الفيسبوك، وبنفس الوقت عندنا انستغرام. الفيسبوك بيج الابرش من صالون اند سبا، وكمان على الانستغرام الابرش من صالون اند سبا. بالنسبة نحن بمنطقة الحمراء بشارع ليون، حد بناية جزائرلي، طبعا هي بناية معروفة كتير بالمنطقة هون. وان بلس عنا 01 بالمحل 01 0181 2018 for reservation إذا حدا بحب يحجز طبعا. وبنفس الوقت في عنا 76-755-793، ونحن بنفتح من الساعة 9 الصبح للساعة 12 بالليل. عندك كلمة أخيرة حابب تضيفها؟ بدي أضيف شغلي، أنه بتمنى من كل الشباب يجوا يجربوا السنتر عنا. ليش لا يروح على أي مطرح من مطرح لمطرح إذا كل الكاتيجوري موجودة عنا بالمحل؟ بنتمنى منهم يجوا ويجربوا، وإن شاء الله ما بيكونوا إلا مبسوطين ومرتاحين وكل شيء عن ظنهم إن شاء الله. إن شاء الله، وإن شاء الله good luck ومزيد من النجاح والتألق.